اكد وزير التربيه والتعليم سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي ان هذا العام سيشهد انطلاق عدد من المشاريع التطويريه وافتتاح عدد من المنشات التعليميه سعيا من الوزاره لتقديم افضل الخدمات التعليميه للجميع فعلى الصعيد الانشائي سيتم تشغيل مدرسه الازدهار الابتدائيه للبنات واعاده تشغيل مدرسه المنامه الثانويه للبنات في اطار الخطه الانشائيه التي تمتد حتى العام 2030 وتتضمن انشاء 18 مدرسه جديده للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسيه و24 مبنى اكاديمي في المدارس القائمه بمختلف المحافظات الى جانب تنفيذ برنامج للصيانه الشامله يشمل 40 مدرسه بالتعاون مع وزاره الاشغال وتنفيذ الصيانة الوقائية للمدارس من خلال فحص التمديدات الكهربائية وشبكات توزيع المياه والخزانات والمكيفات العادية والمجزأة، أما على صعيد المناهج فسيتم خلال العام الدراسي الجديد طرح 15 منهجا دراسيا جديدا، هذا إلى جانب إجراء عدد من التطويرات ل 28 منهجا بالشكل الذي يتناسب مع آخر المستجدات على الصعيد المعرفي، وسيشهد العام الدراسي الجديد كذلك اكتمال وضع جميع الفئات العمريه في الحضانات ورياض الاطفال تحت مظله قطاع واحد هو قطاع التعليم المبكر تشرف عليه جهه رقابيه واحده هي وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص وعلى صعيد التعليم العالي اكد وزير التربيه والتعليم رئيس مجلس امنا مجلس التعليم العالي ان المجلس سيقوم بمتابعه حثيثه من خلال امانته العامه لاداء مؤسسات التعليم العالي ومراجعه برامجها والتشجيع على استقطاب وفتح مؤسسات التعليم العالي وفق ضوابط محدده وطرح المزيد من البرامج الاكاديميه الجديده التي تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين